تبلورت فكرة مشروع مركز الطفل والمرأة في قطاع غزة. من النسبة والإحصائيات الأخيرة في قطاع غزة التي أخرجت لنا بأن عدد الأطفال في قطاع غزة ما نسبته 48% من قطاع غزة. هذا المبنى له قيد الإنشاء بتمويل من مؤسسة Gift of the Giver في جنوب أفريقيا. سيخدم المركز الطفل عدد لا بأس به من هذه المنطقة يقدر ب 250 ألف نسمة و 180 ألف طفل في المنطقة الشرقية في قطاع غزة التي تعتبر من المناطق المهمشة جدا في القطاع، مع أنها تمتلك العديد من القدرات والمهارات، لكن سوء الوضع المعيشي أدى إلى ضعف هذه المهارات وإلى اختفائها بشكل تدريجي. فجاء مركز الطفل وجاءت هذه الفكرة للحفاظ على هذه النسب من القدرات وبالإضافة إلى زيادتها. فمن هذا المنطلق تبلورت الفكرة بإيجاد مركز يخدم هذه الفئة التي نعتبرها من أهم الفئات العمرية في حياة الإنسان. طبعا مركز الطفل سيتكون من عدة طوابق. الطابق الأرضي والأول سيخدم اللي هو فئة الأطفال عن طريق قاعات متخصصة برياض الأطفال، تشمل قاعات الرسم وقاعات الأشغال اليدوية وأيضا قاعات مسرحية وقاعات رياضية وترفيهية تخدم جميع اللي هو قدرات الأطفال وتعمل على تنمية المواهب. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع وهي في الطابق الثاني، وهو يستهدف الأسر الفقيرة وأيضا يستهدف النساء الأرامل، بما أنه هي المرأة التي تقوم بإعالة أسرتها. طبعا هذا عبارة عن مشروع مختص في المشغولات اليدوية كالتطريز، كالتريكو، أشغال الصوف، ملابس أطفال أو كبار. بعد ذلك سيأتي الطابق الثالث الذي سيركز على موضوع الشباب بشكل خاص من خلال تنمية المهارات والقدرات لدى الشباب، من خلال قاعات مخصصة ذوات خدمات متعددة، قاعات حاسوب، قاعات فيديو كونفرنس للتواصل بشكل خارجي خارج قطاع غزة. بعد ذلك سيأتي الطابق الرابع، سيحتوي على إذاعة أيضا خاصة للشباب لتبني المشاكل الموجودة وإيجاد الحلول وإيجاد كافة الاحتياجات عن طريق هذه الإذاعة المتواصلة. بعد ذلك سيأتي الطابق الأخير والذي سيحتوي على قاعات متعددة الأغراض، أيضا سيحتوي على مساحات خضراء، قاعات استقبال وكافيتيريا تخدم هذا المركز. طبعا مشروع مركز الطفل هو متوقف الآن حاليا لعدم وجود مواد البناء المتوفرة بسبب الحصار الشديد على قطاع غزة وعدم دخول أي من مواد البناء لقطاع غزة، لذلك العمل متوقف في المركز وهو كما هو عليه الآن للطابق الثالث فقط.